خطأ لمصلحة المنتخب البحريني. خالد عبد الرحمن ملعوب الكرة تتهيأ كرة براس الله، كل للمنتخب البحريني. ومحمد سالمين شوف العدم البطيء، شوف الخطأ، شوف الخطأ، شوف هيئ الكرة بالراس، شوف محمد سالمين وعدم متابعة أيضا من لاعبي خط الدفاع. شوف تتهيأ الكرة من محمد حسين، هذا محمد الحسين اللي ذكرنا انه كان له نصيب الاسد في ضربه الجزاء امام الكويت. هيا الكره محمد حسين لمحمد سالمين، شوف محمد حسين ومحمد سالمين.